السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب، وان شاء الله هذا الفيديو لاقاتكم في احسن الاحوال. اليوم جيت نوريكم مشترياتي اللي شريتهم مع اليوم، يعني حاجه خفيفه شريت هادو لي غام كان شريتهم في سحشوه دابا 26000، كاين في الكاري وكاين هادو ما مدورين. انا عجبوني مدورين باسكو طالعين شويه على الكاريين، ما مديري فيهم الفلون تاع البيض، ديري فيهم الكغاتا حاجه قليله هكذايا، وخمدي حاجه كبيره وتقعد لك ميم انديفيديوال غير بالطبع. وشي تانيك هادو ما لي مول تاع لي سيليكون عجبوني تاع لي شوكولا، كيما هذيك الجنينه فكرتني في ليامات الصغر بكري كي كانت تبع ديك الشوكولا تاع الجنينه الكبيره. وشي تاوم قلت لك قدكم كشتها تفكرتها شريتها، عجبتني بور لي شوكولا. وشيت هديه تاع هابي بيرثدي، يعني كي تحبي تخدمي كيكه وحدك هكا لولادك، ولا زعما ديري هكا بتفرحيك شي واحد بها وتشبحي بها لي شوكولا. ان شاء الله اذا درت فيديو عليها راني نوريها لكم. وهنايا شريت هادو مال رونجمون تاع الميك اب كيما لي روج علاف كيما الفون دو تان، يعني شبان. وتصدقوني غير انايا اللي شيتهم في التروس وعملي فات، شيت هاديه وحده ب 100000، وهادو ما في سحتو هذا شيتها 15000 الوحده. انا ديت منهم زوج، لقيت هادو ما هما الاخرين، لقينا ثلاثه، وحده داتها اختي وانا ديت هادو ما الزوج، يعني لو هذيك خليتها مغرفه باش ندها لاختي هذيك، يعني وحاجه شابه وكما قلت لكم مرخص ماشي كامل غاليين. وهنايا نجوزو باش نوجدو مع بعض الفلون تاع البيض، يعني ساهل ويجي بزاف بنين هذا الفلون. انايا واش استعملت هنا نص ليتر تاع حليب، درتها تغلي عادي يعني تفيضيها عادي، وتسحقي فيها 3 حبات بيض واللي اغوم تاع لافاني، وتسحقي هنايا كيله تاع السكر، وليكا تسحقي حوالي 5 مغارف تاع السكر. انا حكمت هنايا الطنجره شويه ثقيله باش ندوب السكر ديالي باش يولي لي كراميل، ما نديرلو النيمه ني حتى حاجه، يعني فعلا نار قليله وخليه يدوب لك ويولي لك يعطيك لون شباب، ما تديهش على نار قويه باش ما يتحرق لكش يطلق لك المروريه. خليت السكر تاعي يدوب لي هنايا، وهنايا نجي نوجد 3 حبات بيض، نزيد لها هنايا السكر. قلت لكم درت انايا هنايا 5 مغارف تاع السكر، ضربي البيض تاعك مليح وديري 5 مغارف كبار تاع السكر. واللي ما تحبش الحلاوه بزاف يعني ديري زوج ولا ثلاثه، انا تعرفوني بلي نحب السكر ما عنديش اشكال معاه، يعني انا وياه نتفاهموا. قلت لكم ديروا هنايا البيض، ديروا السكر تاعكم ضربوهم مليح، تكوني هنا فيضتي الحليب تاعك دوكوطي وخليه يبرد لك شويه. وهنا ندير اغوم تاع لافاني، يعني هادو ما اغوم اللي نشروهم تعمريهم بعشرة بزاف هايلين وننصحكم بهم، يعني خم تاع لابودغ هادوك ويعطوا مم نتيجه هايله والبنه في الحلويات تاعنا. هنا درت الاغوم ديالي وخلطت كلش، من بعد نجيب الحليب ديالي نصفيه هكذا نص ريتلا، يعني انا درت هنايا نص ريتلا يخرجوا لي 6 لي 6 غرام كان في هذوك ما عمرتهم. واللي عندها عائله تاعها كبيره يعني عدد الافراد بزاف، ضافي كميه ديال ريتلا وضافي البيض بطبيعه الحال والسكر. انا هنا زدت شويه اغوم يعني باش ما يجينيش الكو تاع البيض فيه، ونخلط مليح هكذايا، ودوكا نوجد لي غرام كان تاعي. السكر تاعي بعد ما دابلي ولا لي على شكل كراميل، نفرغو في لي غان كان تاعي هكذايا. اليوم لي غان كان غير شريتهم، قلت اليوم ندشنكم، قلت لهم غسلتهم نشفتهم ودرت فيهم الفلون تاع البيض. وهذا الفلون بزاف بنين، الوصفه تاعو سهله ويجي قلت لكم بزاف بنين، ما تقدروا ديروا لضيوفكم يحمر لكم وجهكم، يعني غير بالطبع. سيو نتوما هذه الوصفه جربوها ورجعوا لي خبر في التعليق. هنا نفرغ الفلون تاعي اللي حنديرو في السنيوه ونديرلو بان ماري، نديرلو اون بان ماري يطيب لي، وندخلو للفرن اللي يعني شعلته باش يسخن لي مليح، ونخليه يطيب لي نص ساعه، يعني يطيب في غردو ونبي نسخ في السنيوه فيها الماء حتى يتحمر لي من الفوق ونطفي عليه. وهنا جزت نوجد معاكم جواز تاع الجاردينيير وخضره موسميه. يعني انا هنا واش راني حندير في الجواز تاعي يوم حبيت نبدل شويه، ما حبيتش البصل نرحيه ولا نسكرفتو، حبيته يقعد لي هكذا كيبان لي في الطياب. هنا قطعته يعني عشوائيا هكذا بالطول ديالو، هادي دي غوندال، حطيته في شويه زيت يتقلى لي. وهنا حطيت الدجاج ديالي، يعني انت واش يكون عندك الدجاج ولا اللحم يعني تقدري تحطيه عادي. انا حطيت الدجاج، ما مديروش الدجاج ويجي هذا الجواز بنين، باسكو حنايا لاباس تاعنا ماشي الدجاج ولا اللحم، يعني الخضره. هنا بعد ما داب لي البصل تاعي دبل لي وتخلو يعني طياب، واش درت نحط شويه ملح كيما عودتكم، ندير الماء يسخن باش نمرق به. وهنا حطيت شويه جلبانه، كميه انت ديري على حسب عدد الافراد تاع العائله تاعك. انا درت هاد الكميه ودوكاتيك نمرق بالماء سخون.
درت الماء ديالي يسخن لي، انا حاجه الاولى كي نكون حنطيب نحط الماء هو اللي يسخن لي. وهنا واش نبدا ندير التوابل تاعنا اللي هما عباره على فلفل كحل وشويه تاع قرفه وشويه تاع سكنجبير. سكنجبير يمد طعم بنين للماكله. ودرت هذا ليبيس تاع الدجاج، يعني بزاف سقسوني على هذا ليبيس اللي ما لقاوهش، ولا تقدري تعوضيه بالمرق الدجاج، يعني يعطي تقريبا نفس النتيجه، بصح اذا لقيتي هذا راهو مليح. هنا نخليهم يغليو هكذايا كيما راكم تشوفوا. بعد ما غلاو لي هنا قطعت الخضره تاعي، واش درت انايا حبه بطاطا حبه زوديه وحبه قرعه. وانتي طبعا ديري على حسب عدد الافراد تاع العائله تاعك. انا البطاطا هنا كانت كبيره يعني درت غير حبه، اذا كانت صغيره انتي ديري زوج حبات ثلاثه، يعني على حسب واش تشوفي انتي العائله. وهنا هاوليك الفلون تاعي بعد ما طاب، يعني مازال وسخون هذا وخرجته من الفرن وجا الشباب يعني وجاي الشهي، والبنه تاعو بزاف بنينه جاي الحمد لله. دوما سيوها وماكمش رايحين تندموا، انا غير شفتو هكذايا ولا لي زعما خلاص طاب من الفوق طفيت عليه. وهاوليك الجواز تاعنا بعد ما وجدت، وهنايا رافقتهم بهاد السلطه تاع البيض راف والفلون هذا هو تاعي بعد ما طاب. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. اذا عجبتكم عليكم غير الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما بقى عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم بزاف بزاف، الى اللقاء.